ألا تأتي في الحياة لحظات نعجز فيها عن الإمساك بالخيط الرفيع للأمل؟ ألا نصبح متشائمين فجأة منعزلين عن العالم وتؤدينا أبسط الكلمات حتى؟ نرى الناس من حولنا كأنهم خشب مسندة، نصبح فارغين من ألوان الحياة، نستمر بالعيش فقط. ذلك لأننا مررنا في حياتنا من مراحل وعلاقات مختلفة، وقعنا فيها بقسوة، وربما تجرعنا معها جرعة زائدة من الألم. ولا ننكر أننا مع توالي هذه اللحظات علينا نفقد رؤية حسنات ما أضافت لنا هذه المراحل والعلاقات في حياتنا، فنتخبط في العشواء. أنا مثلكم، تخبطت في هذه اللحظات كثيرا حد العجز والاكتفاء بالعيش فقط. وفي لحظة لم أكن أتوقعها أظهر الله أمامي زهرة كانت في بداية نشأتها. هذه الزهرة كانت ولا زال اسمها جمعية الكرامة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. كانت جمعية حديثة انطلقت في محاولة أولى من نوعها داخل مدينة تاهلة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال مقر يضم قسما مدمجا يتعلم به الأشخاص في وضعية إعاقة، كل حسب قدرته التعلمية وطاقته التحصيلية مختلف الأمور. فها هم هنا يتعلمون الكتابة والقراءة، وها هم هناك ينخرطون في ورشات الرسم والأعمال اليدوية، وأما هنا فمساحتهم للتعبير عن ذواتهم فوق أرضية المسرح عبر أنشطة فنية وفقرات ترفيهية. وأخيرا ها هم يتواجدون هنا مع أنشطتهم الرياضية التي يعبرون فيها عن كل طاقاتهم الدفينة والتي تؤثر على نفسياتهم. كل ذلك كان بهدف خلق مساحة حرة يعبرون فيها عن أنفسهم ويفرغون من خلالها طاقاتهم الدفينة، والتي صارت تعد بالنسبة لي على الأقل أفضل 100 مرة من طاقة شخص عادي. من هنا بالضبط بدأت حكايتي، ومع هؤلاء الأشخاص بدأت تتغير ألوان الحياة بالنسبة لي، وبدأت مشاعر أخرى تطفو بقلبي وتسري بين شراييني، فتارة جعلوني أشعر شعور الأخوة التي تكون سندا لبعضها البعض في الشدة، وعلاج الهم والغم عند الألم والحزن، وتقويما وإصلاحا لبعضها البعض عند الوقوع في الخطأ، وتارة أخرى جعلوني أحس شعور الأم الخائفة على أبنائها المحيطة بهم والحامية لهم من أنواع الأذى والقادرة على التضحية من أجلهم بالكثير. لهذا كان اسمها حكايتي مع أولادي، لأنني عندما كنت أتخبط في تلك اللحظات وأعجز عن رؤية نفسي والعثور عليها عثرت على أجمل لحظاتي حين ضممتهم إلى صدري وقبلت رؤوسهم واحدا واحدا، أو حين تسابقوا من يعانقني فيهم أولا.
لا أقول ذلك غرورا وتعجرفا، بقدر ما أقوله فخرا بحبهم لي وحبي لهم. إني في هذا العالم الصغير، وإن جئتهم مثقلة بهموم الدنيا، إلا أنهم قادرون على انتزاع ابتسامة الأمل والحياة مني. أحبهم وأعلم أنهم العالم النقي والبريء الذي أحتفظ به لأستمد منه القوة على الاستمرار مهما كان تعثري في الحياة صعبا وقاسيا. أتعلمون؟ قبلة واحدة على الرأس تجعلهم يشعرون بالفخر، عناق واحد لهم كاف لأجل خلق السعادة في قلوبهم، وهذا ما اكتشفته طول المدة التي رافقتهم وعشت معهم داخل هذا المركز الصغير في عدد غرفه ومحتوياته، والكبير في معانيه وأعماله. ثم أتدرون شيئا آخر؟ ضحكة واحدة منهم كافية لأن تجعلني، ليس فقط أنا بل كل من تعثر في حياته بهموم أو مشاكل أو أحزان أو آلام، صدقوني إنها كافية لأن تجعلكم أيضا تعثرون على أنفسكم، كافية لأن تشعركم أن العالم بخير ما دامت فيه هذه الابتسامة، وما دمنا نعمل معا على جعلها باقية مستمرة. نعم، ما دمنا نعمل معا على جعلها باقية مستمرة فقط بدفء الحب. وهذه باختصار حكايتي مع أولادي، عنوان رسالتي في هذه الحياة التي بدت أحملها بقلبي وعقلي ووجداني وكل شيء، وأردت أن أشارككم بها حتى تحملوها معي أنتم أيضا. لهذا ترقبوا أولى هذه الحكاية بعنوان يوسف وأنا قريبا على هذه المنصة.